في طبعا مباراة تانية اللي احنا عارفينها، اللي احد المباريات الخمسة، في مباراة نيجيريا وغانا، برضو مباراة مهمة جدا جدا، رغم ان يمكن نيجيريا مستواها مختلف وشفناها في كأس الأمم الأفريقية، لكن غانا يمكن مش في المستوى المتوقع ليها. قدامنا الإحصائيات اللي موجودة، الفريقين اتقابلوا في تصفيات كأس العالم 4 مرات لكن بثمان مباريات، في 1962 و1970 و1974 و2002. نيجيريا فازت 3 ماتشات وغانا في ماتش واحد، وتعادلوا في 4 ماتشات. نيجيريا سجلت في غانا 11 هدف، غانا سجلت في نيجيريا 8 أهداف. نيجيريا تفوقت 3 مرات وصعدت لنهاية كأس العالم 2018، وتفوقت غانا مرة واحدة، وصعدت نيجيريا كمان لنهاية كأس العالم 6 مرات، ومنهم آخر 3 بطولات وصعدت غانا 3 مرات. يمكن نيجيريا صعدت 6 مرات كأس العالم، وغانا صعدت 3 مرات. دي أهم إحصائيات ما بين نيجيريا وغانا. كمان أحد أطراف المباريات اللي هي المرحلة النهائية، المغرب طبعا والكونغو الديمقراطية، وهباخد طبعا رأي كابتن رضا عبد اللطيف في شكل الماتشات، لكن خليني أقول لحضراتكم برضو الإحصائيات اللي موجودة للمغرب. الفرقتين لعبوا بعض في تصفيات كأس العالم مرتين ب4 مباريات، يعني كان فيهم ذهاب وعودة سنة 74 وسنة 90. فازت الكونغو الديمقراطية مرة واحدة، وتعادل الفريقين مرتين، وانسحبت المغرب مرة واحدة، واعتبرت مهزومة 2-0. المغرب سجل هدف واحد مقابل 6 أهداف للكونغو الديمقراطية. يمكن اعتقد احنا لو كنا شفنا قبل الاحصائيات دي كنا نتوقع ان اللي تبقى لمصلحه المغرب، لكن طبعا منها هدفين اعتباريين، 6 أهداف اللي جابهم الكونغو، عشان المغرب انسحبت زي ما قلنا واتحسب فيها هدفين اعتباريين. تفوقت الكونغو الديمقراطيه مره واحده وصعدت لنهائيات كاس العالم 74، وفي 90 تصدرت تونس المجموعه وصعدت للدور الاخير من التصفيات على حساب المنتخبين. بعد كده صعدت المغرب لنهائيات كاس العالم 5 مرات، وتاهلت الكونغو الديمقراطيه مره واحده. كمان المباراة اللي قبل الأخيرة، الجزائر والكاميرون، مباراة طبعا قوية، يعني تبقى طبعا يعني من المباريات القوية جدا حرب. جدا تبقى حرب. حرب يعني مش عايز اسميها مباراة كبيرة كبيرة كمان، خاصة بعد دوافع الجزائر ما خرجت من كأس الأمم الأفريقية، والقوة اللي شايفين بيها فريق الكاميرون. الفريقين اتقابلوا في تصفيات كأس العالم مرة واحدة بس، كانت مباريتين كان فيها ذهاب وإياب، كانت في 2018، كانت المجموعة فيها نيجيريا وزامبيا وطبعا الجزائر والكاميرون، وتصدرت نيجيريا المجموعه ساعتها وصعدت لنهايه كاس العالم. لكن الفريقين تعادلوا 1-1 بالجزائر، وفازت الكاميرون بملعبها 2-0. دي المباراتين اللي كانت ما بينهم. الجزائر طبعا جابت هدف مقابل 3 أهداف للكاميرون. الجزائر هي صعدت لكاس العالم 4 مرات، والكاميرون صعدت 7 مرات، وهو رقم قياسي لبطوله الابطال القاره الافريقيه، ان فريق افريقي يوصل 7 مرات. اللقاء الاخير ما بين تونس والمالي، يمكن ده احصائياته ان هم عمرهم ما قابلوا بعض قبل كده في تصفيات كأس العالم، لكن تونس وصلت لنهائيات كأس العالم 5 مرات، ومالي ما صعدتش ولا مرة.